I must doing other, saving my nation and my health and my water and my human, because health is life. Water is life. نهر دجلة، نهر دجلة، نهر كل العراقيين. ما بي أي طائفة يعني يستخدموا مثلاً طائفة سنية أو شيعية، لا، كل الطوائف هنا، المسيحيين، الأكراد، الشيعة، كل العرب، كل العراقيين هنا تابعين نهر دجلة. زين، الأمن المائي وين؟ الأمن الغذائي وين؟ الأمن البيئي وين؟ إحنا ليش ما عندنا هاي الأمان؟ ذيذن مو مياه طبيعية، هذا كله ملوثات، هذا تهديد كبير وهذا مهدد للصحة البشرية. أنا كمحافظ المياه تعبان على هذا، لأنه أقربائي وأحبائي يشربون هذا المياه في دربندي خان ومحافظات وسطى وجنوب العراق. هذا غدر كبير بحق المياه النظيفة، لأنه مياه مشتركة لكل إنسان، لكل حيوانات، لكل مزارع. حكومة عراقية تريد مياه دجلة نظيفة للمواطنين العراقيين. حكومة عراقية يقدر تدعم مشاريع للمعالجة مياه صرف صحي في كردستان، لأنه مصادر مياه دجلة 50% من كردستان، لأنه مسار الدجلة، مسار التانجرة النظيفة. هذا المياه نحن نريد يبقى نظيفا لأبنائنا وللمواطنين أخرى. كل نشاطات نحن نتحدث عليه وكل ظاهرة نحن نجرب عليه ونتعامل معه كله للهدف واحد، للهدف هذا يفكر الناس عن حقوق المياه، شلون يفكر الناس عن مياه نظيفة. نحن نعمل على هذا للفهم الإنسان، الفهم المواطنين على حفاظ المياه. ستوكوب التحديات الموجودة عندنا بالمياه على مستوى بغداد هي هواية. واحد من أبرز التحديات الموجودة عندنا هو نهر دجلة اللي يقطع بغداد بحدود 70 كيلومتر. هاي 70 كيلومتر بها هواية من الأنقاض، بها هواية من مكبات النفايات غير المرخصة، بها هواية من المؤسسات الحكومية اللي هواية من الوزراء اللي كانوا موجودين عندنا بالعراق على المهتمين بهذا الموضوع واللي عندهم علاقة بهذا الموضوع يقولون أكو مؤسسات حكومية تبدي تلوث. واحدة من هاي المؤسسات هي مدينة الطب. واحدة من هاي المؤسسات هي مصفى الدورة. واحدة من هاي المؤسسات هي معمل الزيوت. واحدة من هاي المؤسسات هي هواية من المصانع والمعامل الموجودة بجانب النهر. يمكن هذا الشيء هو ما نقدر نشوفه احنا، لان يمكن يكون البايب داخل النهر مباشر ويمكن يكون خارجه، بس هواية من البحوث والدراسات تقول انه النهر ملوث، بنسب من التلوث موجودة. شلون نقدر نحمي هذا النهر؟ يحتاج كلنا نشتغل سوا حتى نقدر نحمي هذا النهر. ما
رجعنا لبغداد بلشنا ويا حماد دجلة ببحث يحكي عن القوانين البيئية اللي تهتم بالبيئة بالعراق. شكو قانون يهتم بالبيئة جبناه. أول شيء سويته تحت الدستور العراقي. بالدستور العراقي كانت هنا صدمة كبيرة. موضوع مهم مثل البيئة ما ماخذ بس مادة واحدة اللي هي مادة 33 اللي تعطي الحق لكل مواطن بأن يكون عنده حق أن يعيش بيئة سليمة. وذاكرين مادة 31 تحكي عن الأمن الصحي. زين الأمن المائي وين؟ الأمن الغذائي وين؟ الأمن البيئي وين؟ إحنا ليش ما عندنا هاي الأمان؟ إحنا من حقنا كعراقيين إنه نستمتع بنهر دجلة والفرات، نتمتع به ونكون عندنا أمننا المائي والغذائي. اليوم دي يصير حرب اقتصادية علينا. هاي الحرب الاقتصادية دي تشنها دول المنبع. إيران قطعت الروافد، تركيا دي تسوي مشروع الغاب، ودي هم دي يأخذون حقوقنا المائية. إحنا اليوم دي ندافع عن حقنا المائي. إحنا المي مشاركة، لازم يكون مشاركة إلنا وياهم. إحنا كإنسانية لازم يكون هاي المشاركة بيناتنا. الموضوع هو مو بس إنه أعطي حق العراق المائي وأعطي حصص مائية قليلة تسد رمقة أو أوفر له أمن غذائي أو أعطي مية من السدود. الموضوع أكبر من هيك. الموضوع يعتمد على تغيير البيولوجي راح يكون بالمنطقة، الأثر البيئي لهذا الانقطاع اللي جاي يصير بالمياه. يوم إذا صار مشروع الغاب راح تتأثر بيئة العراق بشكل عام. هذا الموضوع ما يتعلق فينا بس إحنا، ما يتعلق بالأجيال القادمة بس، هذا يتعلق بالكرة الأرضية كلها، يتعلق بالتغير المناخي. فلازم نتحرك. Normally, they, in Arabic, they call Iraq the country of rivers. Iraq without Rafidi. Iraq the country of rivers. So in Arabic, Iraq without rivers, Iraq bila Rafidi. Iraq bila Rafidi. Iraq bila Rafidi. This is the same meaning that the people used to say it. Iraq bila Rafidi, but Iraq bila Rafidi. Iraq without rivers. Now we are here. Okay. Then you need to manage the water since that it comes from, you know, upper stream, and you need to work on pollution. You need to work on preservation. Mr. You need also to review if these artificial lakes and Mr. Ismail are useful or not. Are you using more water than what you have? That's one dimension. I just finished with this. The other dimension is the international relation with Turkey and Iran. Yes. And that's how the Iraqi government need to go to Turkey and Iran and say,
we don't accept that you build projects, large dams, without consultation and negotiation with Iran, and we should negotiate about it according to the international law. And people who are here are afraid also from the future. They are afraid after five years there won't be, we lose a lot of the marshlands. It means displacement, it means we lose culture, yes. It means we lose the heritage side that is unique. Salman, by whom are you? حاليا منطقة بصرة القديمة اللي هي تعتبر مركز البصرة او خلينا نقول انه هي كانوا قبل يسموها بندقية الشرق من السواحل اللي كانوا يجولها المكان الاقتصادية والثقافية اللي كانت بيها بس مثل ما تشوفون حاليا انه هذه المنطقة تغيرت وكان قبل هي المنطقة تغيرت السكان مالتها وهذا النهر اللي موجود على بالمنطقة هو قبل كان إنه يتنقلون به السواح بالزورق أو اللي كان اسمه المشحوق حالياً النهر هو عبارة عن مكب للنفايات أو المياه الصرف الصحي اللي هي موجودة به وبد أصلاً بدأ النهر يجف أو يختفي تماماً. الماي دائما يعني احنا نعاني من عنده مقطوع يعني ما عندنا ماي شحت ماي موجوده واساسا الماي هو حتى ما يصلح للاستعمال يعني لغسل اليدين يعني غسل الملابس ما يستعمل واما احنا الماي الشرب والماي اللي للطبخ جاي نشتريه مشترى يعني كل اربع ايام او خمس ايام ناخذ البرميل ما يقارب 10 دولارات يعني هذا اللي ماي الحلو اللي نستخدمه وما ماي هذا الموجود الماي ماكو ماي مضخة سحب معانات كلش كثيرة يعني مو شلون ماي كله قذر قاذورات موجودة وصاخ موجودة يعني هاي اللي موجود إذا تشرب من ماي سينك يعني سواحل جاي وفتح ماي سينك شرب من عنده شو يصير فيه يروح مستشفى يعني رأس إسهال وتقيؤ يتقيؤ يقوم وإسهال هو ما يصلح للغسل ما يصلح احنا كشباب ناشطين بالمجال المياه والبيئة واجب علينا انه نوعي على هذا الشط هذا الشط له حق علينا الان متروس نفايات متروس بلاستيك زيوت قطع زيت موجود به هذا الماء نفسيته هو اللي احنا جاي نشرب من عنده هذا نفسيته اللي عايشين عليه We have a lot of problems so we cannot We have a lot of work to work on it. But what I'm thinking when we started, we are only two, and now we are more than 200, so we can do something. We can. I must doing other, saving my nation and my health and my water and my human, because health is life. Water is life.